الملايات اللي بالأستك بتاخد مكان في الدولاب لو مش متطبقة صح، طبقيها كويس علشان تاخد مكان أقل. خدي أول ركن بالأستك، وبعدين التاني، وبعدين التالت، وبعدين الرابع. افردي أول طرف وتاني طرف، وبعدين طبقي الجزء العلوي والجنب، وكملي تطبيق عادي. ممكن تلاقي الملاية وكيس المخدة بسهولة في وسط الدولاب لو حطيتي كل ملاية جوه كيس المخدة بتاعها. علشان تنظفي فرشة الشعر والمشط، شيلي أي شعر ملفوف عليهم، املي أي علبة عندك بشوية مية دافية وشامبو، وانقعي الفرشة والمشط. ممكن برضو تستخدمي فرشة أسنان قديمة علشان تنظفيهم. سيبيهم في المية الدافية نص ساعة، وبعدين اشطفيهم كويس ونشفيهم. مرة في الأسبوع سلكي الحوض بتاعك، حطي نص كوباية بيكربونات في بلاعة الحوض، ووراهم كوباية من الخل، وبعد كده شوية مية سخنية، وبكده تضمني إن الحوض بتاعك ما يتسدش. لتنظيف الكاتل من الرواسب، املي كاتل بعيار نص خل ونص مية، وسيبيه يغلي، وبعدين اشطفيه كويس. لو لسه في شوية رواسب بفوتة معصورة، خدي شوية بيكربونات وادعكي الكاتل من جوه، وبعدين اشطفيه تاني كويس قوي. كل فترة لازم تنظفي ألعاب الأطفال البلاستيك، حطي شوية مطهر في مية دافية وانقعي الألعاب فيها شوية، وبفرشة أسنان قديمة ممكن تدعكي أي رواسب عليهم، اشطفيهم كويس وسيبيهم ينشفوا. الحلقان والخواتم والسلاسل ممكن تتشبك في بعض لو في علبة واحدة، استخدمي قالب التلك عشان تحطي كل حاجة لوحدها. نصايح ست البيت لكل ست بيت.